مربي فرام هامستر، مربي غينيا بيج، انواع برضو من فصائل الارانب، حاجه اسمها غينيا كده شبه الفار بس بشعر طويل. مربي سلاحف، عندي سلاحف حاجه كده اسمها سلكاتا، حجمها بتبقى كبيره جدا، سواء دي ما ينفعش تنزل من على السطح، تقيله تقيله يعني. يعتبر مربي جميع انواع الحيوانات ما عدا الحاجات المفترسه. الفران دي بتعمل بيها ايه يعني؟ في فران بجيبها اللي هو المايس والرات، اللي هي الفران البيضاء دي بجيبها باكلها الحاجات، في حاجات بتاكلها وفي حاجات بربيها اللي هو زي الهامستر والغينيا بيج، دول بيتربوا بنتج منهم، وهو كتربيه برضو كنوع من انواع الحيوانات بربيه. الفرة بقى دي بتولد كام اللي احنا شايفينها في الحوض دي؟ ممكن من اول 5 لحد 15. 15 فرد؟ بتاكلهم ايه بقى الفران؟ بياكلوا خضار، بياكلوا فاكهه، بياكلوا عيش، الفرن بياكل اي حاجه. بس انت هاوي حابب ان انت تربي فران بياكلوا ايه؟ الهامستر ما ينفعش نقول عليه فار قوي يعني، هو برضو حيوان اليف، مش فار زي ما انت معتقد ان هو الفار بتاعنا بتاع البيت، لا ده حيوان اليف يعني، حيوان ما بين أليف مستورد يعني، ما بين الارنبه مثلا والفار زي لا هو فصيله، هو فصيله لوحده يعني، ما يعضش لو حد مسكه؟ لا 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 خالص ما يعضش، ما بيعضش ولا بيعمل اي حاجه. بتصرف عليهم كام الفران؟ لا الفران بتاكل اي بواقي يعني، بواقي عيش، بواقي اكل، بواقي خضار، بواقي فاكهه، تاكل اي حاجه ما عندهاش مشكله، وحيوان مناعته كويسه جدا، فمش اللي هو ياكل حاجه مثلا تلاقيه راح تعب مات، لا هو مناعته كويسه، مناعته قويه.